السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة ان شاء الله هنعمل اكلات جميلة كده لرمضان. عندي اول وصفة بطاطس بالموتزاريلا في الفرن. بغسل البطاطس كويس جدا على عدد افراد الاسرة، وزي ما انتم شايفين بقطع الورق الالومنيا شرايح طويلة كده وورق زبدة، بحيث ان انا احط ورقة الألمونيا وعليها ورقة الزبدة، وأدي البطاطساية بعمل فيها شق كده بس من النص، بحيث ان هي تستوي معايا بسرعة، وبلفها كويس جدا وبحطها في صينية وهدخلهم ايه الفرن يتشوى. زي ما انتم شايفين بنفس الطريقة اعمل كل واحدة فيهم كده. مش هتبلها دلوقتي، هستنى لما تخرج من الفرن وتبقى مستوية واتبلها كويس. هذه البطاطس كلها بقت جاهزة في الصينية، هدخلها الفرن لحد ما الاقيها بعد كده بقت ايه طرية معايا. بالنسبة للوصفة التانية، عندي صدور فراخ اللي هي بدون عظم وجلد، عايزة اشويها في الفرن بتتبيلة كده جميلة، وهفتحها كده من النص وهحشيها ايه بالموتزاريلا. يعني وصفة كده جميلة بحيث ان انا اغير لهم وافتح نفسهم كده على الفطار. همسك كل فص كده من الفصوص الصدور دي وافتحها كده من النص. طبعا انا غسلتها كويس جدا وشطفتها ونقعتها شوية بمية وليمون، وبعدين شطفتها شطفة النهائية. خلاص ادي على عدد افراد الاسرة عملت الفصوص بتاعتي. هبدأ انزل عليها ادي بثلاث فصوص ثوم مفرومين ناعم زي ما احنا شايفين او خشن. بحط حوالي معلقتين ثلاثة بس من الصويا صوص، تقدري تحطي خل لو مش متوفر. ادي عندي بهارات، وادي ملح، فلفل، كمون، بابريكا، كركم، ودي كزبرة ناشفة، وحطيت علبة زبادي صغيرة. هقلب بقى كله كده مع بعضه، وهغطيها بقى بالبلاستيك راب واحطها في التلاجة لمدة ساعة او ساعتين. بعد كده بحضر الطاجن بتاعي، دي طاجن بايركس. هقطع فيه بصلة بحيث بس تحميلي الفراخ ما تتلسعش مني، فتبقى ديت زي الايه طبقة الحماية ليها، وبيبقى طعم الحاجات دي حلوة جدا تحت الفراخ. تمام كده. وهجيب بطاطساية كمان احطها بحيث بس ايه يبقى القاع كله ايه متغلف كويس. صدقوني الحاجات دي هتحبوها قوي ويبقى طعمها لذيذ جدا. ادي الفراخ بتاعتنا خلاص اتبلت كده تمام، طبعا تكون حطاها في التلاجة مش بره. هبدأ ان انا ارص بقى ايه في الفرن. في كل شق بقى انا فتحاه كده في الفصوص الحاجات فصوص الفراخ، ببدأ احشيها بالموتزاريلا كويس. احشي بقى كله بالشكل ده. طبعا بكون حاطه الصاجه في الفرن في الرف الوسط بحيث البايركس بتاعنا ما ينفرقعش في الفرن، وتحطوش ابدا من تحت، ميبقاش مباشره كده على النار. وبخلي درجة الحرارة بتبقى يعني حوالي مثلا 300 عادي، يعني بتحمل درجة حرارة عالية. خلصت كل الكمية بتاعتي، انزل بباقي التوابل كلها فوقيها او التتبيلة. عايزة احط بقى على الوش ايه شوية موزاريلا كمان، بس انا هدي شقوق شوية كده ايه للفراخ كده من فوق بحيث ان هي تستوي معايا ايه كويس. هديها بقى شوية موتزاريلا كمان على وشها من فوق، نزود كمان حبة. هدخلها بقى الفرن ونبدأ نعمل الوصفة الثالثة الرز الأصفر. أول حاجة هحمر الصنوبر، لو عندك اي مكسرات حمريها كده في معلقة سمنة، وهبدأ انشلها كده من السمنة وايه
واحطها كده في طبق على جنب. عندي كلوز بقى، بندق او صنوبر، كل تشكيلة على بعضها، حتى اي حاجة متوفرة. انا حتى المرة دي عملتها من غير الزبيب. وادي الكبدة، دي كبدة فراخ غسلتها كويس جدا، وهبدأ احمرها في نفس الطاسة وبنفس السمنة. بتبقى الطاسة سخنة كده والسمنة سخنة، بتنزلي فيها ايه عليها بالكبدة، بحط شوية فلفل اسمر، شوية ملح، وهبدأ احطها على النار. هجيب فصين ثوم واشيل طبعا قلبهم واقطعهم كويس واحط عليهم، قرن فلفل حامي طبعا كله اختياري، وهقلبها بقى كويس على النار لحد ما تستوي معانا بالشكل ده. ما اضفتش مية ولا اي حاجة، واستوت وبقت زي الفل. كده انا جهزت خلاص الجرنش بتاع الرز. هبدأ بقى ان انا اعمل الرز. ادي هحط معلقة سمنة كده كبيرة، وببدأ احط الكركم، معلقة برضو كده كبيرة، على يعني انا هعمل 2 كوباية من الرز المصري. هبدأ احط الحلة كده على النار واقلب كويس جدا لحد ما اشم بس ريحة الكركم كده مع السمنة، بيطلع ريحة حلوة قوي. بضيف ايه المية بتاعتي، واحط عود من القرفة. عايزة اضيف لها بقى ايه فلفل اخضر كده، اقطعه قطع صغيرة. طبعا تقدري تعملي الرز الاصفر من غير اي حاجه، بس انا حبيت ان انا ازود له شويه خضروات. وهحط شويه بسله واضيفهم كله على الرز المغسول، وكانت الميه بتاعتي خلاص غلت. واضفت لها الملح، ممكن لو عايزه تضيفي شويه فلفل اسمر تضيفي، اضيفي يعني حبه بهارات برضو تضيفي، كل ده بيدي طعم حلو قوي مع الرز. بغطي بقى الحلة لحد ما يتشرب المية بتاعته، وهدي النار عليه. البطاطس بتاعتي خلاص كده استوت، بحضر التتبيلة بتاعتها. وادي الكريمة، دي كريمة فريش، لو عندك كريمة طهي كله شغال. وهستعمل سمنة بلدي. ادي بقى كل بطاطسية هيت لسه هي سخنة معايا، هفتحها بقى معاكم. التتبيلة بتاعتي عبارة عن ملح وفلفل وكمون، حسب بقى القدر اللي انت عاوزاه. انا حطيت معلقة صغيرة من كل واحد فيهم. ادي البطاطس، انا بحب اعملها كده تبقى يعني كأنها طبق كده للبطاطس، وافتحها كده كويس وابدأ ايه احاول بس افرغها تفريغ بسيط كده. وبعدين اضيف لها المكونات بتاعتها، بحط من التتبيلة دي شوية كده، ومعلقة من الكريمة بتسيح معاها على طول عشان هي سخنة. وبعدين احط ايه المكون الرئيسي بتاعنا النهاردة اللي هو الموتزاريلا. تقدري تحطي جبنة تركي لو مش متوفر عندك. وهرص بقى ايه في الصينية بتاعتنا، وهعمل لكلهم بقى بالشكل ده. بيبقى طعمها حلو جدا وجميل. بنحبوها حتى يعني في ساعات في العشاء، في الأيام العادية لغير رمضان، كانت بتبقى وجبات لذيذة بالليل للأبناء لو بيحبوا ياكلوا بالليل حاجة يعني سخنة. الرز عندي اتشرب تمام، هبدأ ان انا اقلبه كده تقلبتين، واضيف له بقى ايه معلقة سمنة. حطيله كده معلقتين تمام، بحيث ايه يخليه حلو كده ما يبقاش لازق في بعضه. وهغطي واسيبه على نار هادية لحد ما يكمل السوا بتاعه. تمام. في النهاية بقى طلعت معانا الفراخ، ف
طبعا لو لقيتي وشها احمر وهي لسه فيها شوية سوائل تحتيها، بتقدري ان انتي تغطيها بورقة فويل وبعدين تكمل السوا بتاعتها وتطلعيها. وادي البطاطس وشها احمر اهي وجميلة. يعني في نهاية البطاطس بعد ما حطيتها كلها في الصينية قبل ما تدخل الفرن، اديت لها معلقة سمنة على وش كل واحدة. وطبعا كان معانا شوربة، لازم مكون رئيسي في رمضان كل يوم يكون في شوربة. حمرت لسان عصفور، بغرف بقى الرز بتاعنا وبضيف عليه الكبد واحط الصنوبر، ولو في زبيب برضو تحطيه بيدي كل ده شكل حلو جدا. وبقدم بقى ايه سفرتنا. بتمنى الوصفات النهاردة اللي انا قدمتها لكم تكون نالت رضاكم وعجبتكم. وتكتبوا لي في التعليقات ايه رأيكم فيها. ما تنسوش لايك وسبسكرايب للي لسه ما اشتركش معانا في القناة. واتمنى لكم كل الصحة وكل الخير، وبشكركم دايما، وإلى اللقاء، وكل سنة وانتم طيبين. سوزان مقاول.